اهلا بكم الصباح ديال الاربعاء 2 أبريل 2020 على الساعه 4 صباحا. هو يوم حزين بزاف بالنسبه للصحفيين المغاربه. صباح حزين بموت مفاجئ لاحد رواد الصحافه المستقله في المغرب. يتعلق الامر بالمستثمر فاضل العراقي، رجل الاعمال وأكبر المساهمين في قطاع الصحافة المستقلة بجرأة كبيرة. إذا كان رأس المال كما كيقولوا جبان، ففاضل العراقي صاحب رأس مال شجاع، دخل الاستثمار في قطاع الصحافة في ظروف عصيبة جدا وخايبة وفي مرحلة انتقالية ديال المغرب، وانخرط في تجربة الصحيفة والجورنال مع روينة ديال التشابكات ديال السياسي بالإعلامي. كان فاضل العراقي مساهم رئيسي في شركتين اللي كتصدر الجريدتين، الصحيفة والجورنال، وتعتبر هذه التجربة من أهم التجارب الصحفية اللي عرفها المغرب منذ 1996 إلى 2010. استمرت يعني من 96 إلى 2010 حتى وقفات على خطرها بقيادة مجموعة من الصحفيين أبرزهم بوبكر الجامعي وعبد العزيز كوكاس، وكذلك لا ننسى نور الدين مفتاح قبل أن يغادرها إلى أسبوعية الأيام. تعرض فاضل العراقي كمستثمر إلى الكثير من المضايقات بسبب الخط التحريري للجريدة وكذلك الجرأة الكبيرة اللي كانت كتميز بها. كان يعني الجريدة كانت مستقلة حتى أنه قال عليه بوكر الجامعي. بقى فاضل العراقي طيلة مسار الجريدة ديال الجورنال مغامر معها، وكعقاب ليه تمت محاصرة أعمال ديالو وتضييق عليه في المغرب. محال واش تلقى شي برجوازي ولا مول الشكارة يغامر في الاستثمار في جريدة بحال الصحيفة ولا بلا جورنال بلا موافقة خوتنا في الله. فاضل العراقي كان حريص بزاف على استقلالية هذه التجربة الإعلامية الرائدة في المغرب، ولم يتردد في الاعتذار للقصر الملكي حين أراد الحسن الثاني شراء مطبع الجريدة. وفي نص الحوار مع بوكر الجامعي يحكي أن فؤاد علي الهمة اتصل بفاضل العراقي وقال ليه الحسن الثاني كيقول لكم كم يكفيكم من مبالغ مالية لاقتناء مطبعة لجريدتكم. بما أن الهمة قد سمعنا في إحدى المرات نتحدث عن اقتناء مطبعة يلزمنا مبلغ 50 مليون، فقد قال لنا سوف أوقع لكم شيكا بمبلغ 50 مليون درهم، لكن فاضل العراقي رفض ذلك فورا. فأجاب قائلا، ويضيف بوكر الجامعي، عندما التقيت بفؤاد عالي الهمة في لندن سولته علاش فكرتوا تعطيونا 50 مليون درهم؟ فأجاب الهمة إنكم تقدمون خدمة إلى هذا البلد. فأجبته يعني بوكر الجامعي، إذا تسلمنا منكم هذا المبلغ الذي سيمكننا من الحصول على أحسن مطبعة في المغرب فسيقول الناس إن جرأتنا كانت زائفة ومدفوعة الأجر، وبالتالي فإنكم ستخسرون الجانب المشرق فينا والذي تعتبرونه مساهمة في خدمة هذا البلد. وأنهى بوكر الجامعي كلامه، دعمكم لنا هو أن تتركونا في مواجهة السوق بدون أن تتدخلوا لا لفائدتنا ولا لضدنا، احنا قادين بشغلاتنا. من بعد اش غادي يوقع؟ احد النافذين في الدولة قال الفاضل العراقي، يوم رفضتم الهبة الملكية حكمتم على انفسكم بالاعدام لانكم لا تعرفون تقاليد المخزن. فاضل العراقي هو من مواليد سبعينيات القرن الماضي، وهو ابن القاضي مولاي احمد العراقي الذي ترأس ديوان المظالم. فاضل العراقي كان كيدخل للجريدة كضيف ماشي كمساهم أو مستثمر، وكان فاضل تشع منه فرحة طفولية
كل امرأة أغلفت الجريدة تتعرض لملف ساخن. وأثناء حز الصحيفة قال ذات مرة أن الله قاده لتجربة أكثر من المال والأعمال. الصحيفة ولو جورنال بشهادة الكثيرين هي مدرسة كبيرة في الصحافة المغربية نظرا للملفات التي تجرأت في الكتابة عليها وتخرجوا منها صحفيين وصحفيات كبار بلا ما نذكر الأسماء، وتعرضت للكثير من المضايقات حتى ادموا الأمانة أمانته وأطلقت كما قلت ذات مرة في مقال ديالي من أطلق رصاصة الرحمة على الصحيفة بصيغة سؤال استنكاري. انتهت تجربة الصحيفة والجورنال، ولكن التاريخ سجل بفخر وبمداد من الذهب هذه الأسماء التي استطاعت أن تنقل الكثير من معاناة الشعب المغربي بالكثير من المهنية وبالكثير من الجرأة وبالكثير من الشجاعة. في مدرسة الصحيفة كانت الإيجابيات وكذلك كانت السلبيات وكذلك كانت الأخطاء القاتلة وكانت حرب الكواليس، وما أدراك ما حروب الكواليس. يجي واحد النهار وتنقشع الكثير من الحقائق ومن الأسرار. إلى لقاء متجدد، الرحمة كل الرحمة على فاضل العراقي وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.